هاد المنطقة الصراحة سامحين فيها. اي أيوة والله كما كتشوفوا في هذا الواد هذا هويا السكينة ديالنا، باعوا الديار ديالهم باش ما يبقاوش ساكنين هنايا. راه مقبرة بلا ضو، كيوقع كريساج عايب وعار، متنفس بحال هذا وما عاملين له لا رياض لا فين يلعبوا العواول ولا شي حاجه. سيني كتشوف الردمه الزبل. وعاد ماشي اليوم، راه خلقنا في التسامش وكبرنا فيه وباقي التسامش كيتزاد. اي واحد كتجي غير على الحومه ديالو وعلى الحي ديالو وعلى السكينه ديالو، انا كنهبط لبني مكدا كنقول علاش ما تسكنوش حومتي، حتى هي فيها رياضات فيها فضاءات فين يلعبوا الدراري الصغار. السلام عليكم، معكم رضا الخيروني مدينة طنجة مقاطعة نيماكادا، القيادة ديالنا 23، السكان ديال الحي، وأنا واحد من هاد الساكنة. دائما كنعانيو من هاد المشاكل ديال الأزبال ديال الردمة، وكنعانيو من التهميش وكنعانيو من الكريساج كيوقع هنا بالليل. الناس كيخدمو في الشركات كيخرجوا في الأربعة الصباح. هاد الواد الحار هذا اللي تغلق بالردمة، وواد الحر فيه الطوب هنايا كنعانيو من الناموس. الناس هنايا في السكينة ديالنا كما كتشوفوا في هذا الواد هذا هويا، باعوا الديار ديالهم باش ما يبقاوش ساكنين هنايا. راه هذه سنين وحنا كنتعذبوا هنايا، راه مقبره بلا ضو، كيوقع كريساج، راه ما كيجي يزورنا حتى شي واحد هنايا. الله يجازيك بخير السيد الوالي، اجي تشوف السكينه، الديار كيدخلوا عليهم من ما، هذا الشيء ما كنجيبوش من راسنا. راه كما تشوفوا معنا بعض الصور هنايا، هذا الشيء راه كاملين كنعانيو منه. بالليل اجي تشوف بالليل الضوا مقطوعين، الكهرباء مقطوعة. المنطقة الصراحة سامحين فيها. اي أيوة والله انا ساكن قريب من هنا، ولكن فهمت يعني بنادم ما كيعطيش ما كيردش الاعتبار من هذه الجهة هذه. كانوا عملوا لها بلان ديالها وكذا، ولكن سينا كتشوف مهمشة، شوف العواول كيلعبوا حدا الزبال، كعايب وعار، متنفس بحال هذا وما عاملين له لا رياض لا فين يلعبوا العواول ولا شي حاجه. سينا كتشوف الردمه الزبل، واد الحار هنايا يعني الطاوب، الناس دائما كتشكى، ولكن شكون اللي عايش في هذه الجهه؟ ما كاينش اللي عايش فيها. المشكل حتى في الاناره ما كايناش في هذه الجهه، حتى الكريساج كيوقع. ما تقدرش تخرج مع العائله ديالك؟ لا والو خا، ايوا صعيب بزاف اصاحبي. قليل اللي تجبر هيدا، يعني نقدر نقول لك قبل تسعود تقدر تجبر، الدنيا باقا محركه شويه، بالحق تسعود الفوق ما يمكنلكش تجوز من هنا الصراحه. دارنا وباقي نفس المشكل، بالعكس المشكل كيتزاد على اللي كان دابا. ابسط حاجه مثلا الا كانت شي مدرسه ما عندناش احنا في الحوم، كاينه مثلا عندنا احنا ثلاثه الحوامي ولا اربعه الحوامي هنايا، ما في وسط بيناتهم حتى شي مدرسه، كاينه الحومه تصدم، كاينه برواقه، كاينه الحومه الحاج مختار، يعني الاتجاه هذا كامل ما فيهش حتى شي مؤسسه، واي حومه عندها مؤسسه ديالها فهمتين، اولا مثلا ملعب رياض مهم، وتكون خاويه تكون هي الامور. مثلا اذا ما كاينش الغايص ما كاينش فهمتيني، ما كاينش الجرا، ما كاينش الغلام، ما كاينش الطاو، بزاف الحاجات راه يكون واحد تحضر شويه فهمتيني. يعني راه ساكن في مدينه، ماشي انسان ساكن في طنجه وتينا ساكن ما نعرف في واحد الحي مهمش مره. السلام عليكم الاخوه، اللي بغينا نوضحوا بزاف على هذا السكينه ديال الحومه ديالنا هنايا، بالخصوص الحومه ديال الحاج مختار. هانتوما كتشوفوا يعني اون فوا نطلعوا غير لهنايا لدار ميقنا ولا نزيدوا لبني مكده، كيبان لنا تغير بزاف على الجهه اللي حنايا فيها حاليا. اي واحد كتجي غير على الحومه ديالو وعلى الحي ديالو وعلى السكينه ديالو، انا كنهبط لبني مكده كنقول علاش ما تسكنوش حومتي، حتى هي فيها رياضات فيها فضاءات فين يلعبوا الدراري الصغار. كنطلع بحال دابا انا نمشي للمدينه كنقول حتى انا علاش ما تسكنش حومتي نقيه وكلشي زوين. الحمد لله هنايا هذا الحي ما بقاش فيه كما كان شحال هذه كنعرفوا، الانسان باس السرقه الضرب والجرح هذاك الشيء، الحمد لله كلشي هنايا عاق، كلشي دار عقله. دريورين ولات كتلبس، دريورين ولات كتعاند، ولات كتعاند على شي حاجه في المستقبل، يعني الحمد لله الانسان تنقى، نقيونا حتى البيئه ديالنا والحي ديالنا وشكرا. وهذا الميساج هذا كنوصلوا للمسؤولين لحقاش حنا عينا نهضروا، والشعب راه واخا يضل يهضر راه خصكم يكون من عندكم التغيير. والسلام عليكم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.